السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، اليوم إن شاء الله نكمل وياكم المحاضرة رقم 4 البارت الثاني. اليوم عنوان المحاضرة هو Rectangular to Spherical Coordinate Transform. راح نحول Rectangular إلى Spherical. كنا نعرف أنه Rectangular هو هذا تعريف الفكتر بالRectangular اللي اسمه الثاني إلى الكارتيزيان. زين، شلون احوله الى ما يساويه بالسفريكر؟ بالسفريكر لازم احصل على الكومبوننت باتجاه الار، على الكومبوننت باتجاه الثيتا، وعلى الكومبوننت باتجاه الفاي. هذه سبق وان قلناها. شلون نحصل اي كومبوننت باتجاه فيكتور اخر؟ هو بطريقه الدوت برودكت. او نحصل الاي ار، لازم نسوي للفيكتور البريكتانجولار نسوي له دوت برودكت ويا الاي ار عمود نحصل الكومبوننت باتجاه الاي ار. هذا لو نطبق القانون العادي مالتنا، الفكتور مالتنا بريكتانجولر نسوي له دوت برودكت ويا الاي ار، راح تطلع لنا هذه النتيجه. نفس الحكي، من اريد احصل الاي ثيتا راح اسوي الاي الفكتور اي دوت الاي ثيتا، والاي فاي المركب باتجاه الاي فاي راح اسوي دوت برودكت للفكتر اللي بالريكتانجولار دوت برودكت ويا اليونت فكتر باتجاه الفاي. وهذه هي المعادلات. حطينا للجيومتري ريليشن، العلاقات الهندسيه بين الريكتانجولار والسفريكال، نشوفها بهذا الرسم هي متجسده. هسه انا عندي مثل الاكس والواي والزد، وخلوا على بالكم احنا نعرفها من زمان انه الاكس والواي والزد هما متعامدين. ننقل ان هذا هو الزد وهذا هو الار، هذا من نظام السفريكال، هذا هو الزد وهذا هو الار، وهاي هي الثيتا اللي تنزل لنا من الاحداث الزد. امد الار على امتداده راح احصل هذا المخطط هنا، وهذا هو اليونت فيكتور باتجاه الاي ار، وهذه هي الثيتا، هذه هي الزد، هذا هو الازرق المقطع، هذا هو الاكس، والبرتقالي هذا هو الواي، وهذا المقطع الآخر هو الأيرو. زين، يعني كل نعرف العلاقة بين الرو وبين الزد هي 90 درجة. زين، إذا كانت هذه هي ثيتا، فلازم هاي المسافة أو هاي الزاوية بين الأي آر إلى الأيرو هي 90 ناقص ثيتا. فإذا كانت هاي 90 ناقص ثيتا، لازم هاي تكون ثيتا. ليش؟ لان عمود احقق التعامد بين الاي ار وبين الاي ثيتا لازم عندي 90 درجه. اذا هاي من لهنا هي 90 ناقص ثيتا، لازم هاي ثيتا، عمود 90 ناقص ثيتا ناقص زائد ثيتا راح تعطيني 90. فهذا اني هسه محققه انه بين هذه وبين هذه هي زاويه قائمه. زين، اريد اشوف اطلع تعريف للاي ار واطلع تعريف للاي ثيتا. ماكو داعي اطلع تعريف للاي فاي، وان سبق وان طلعناه من السندريكاب اللي هو هذا موجود قدامكم. زين، انا هسه هنا مبتغى لازم اطلع تعريف للاي ار. الاي ار باعتباره هو فيكتور مائل الى مركبه عموديه والى مركبه افقيه. زين، هذا الاي ار راح يساوي لي ساين ثيتا ايرو زائدا كوساين ثيتا ايزد. كنا نعرف اذا هاي الثيتا فهذا هو المركبه الأفقية بالنسبة للثيتا، لأن هاي هي راح تكون كوساين، لكن المقابلها اللي هو راح يكون عمودي هو ساين. فإذا راح تصير عندي كوساين باتجاه الأي زد، زين هذا وين راح الأي آر؟ الأي آر قيمته واحد، فهذا راح يصير عندي أي آر كوساين ثيتا، فأي آر كوساين ثيتا الأي آر واحد راح عندي يصير كوساين ثيتا باتجاه الزد اللي هي هذه. وهذه ايش راح تبقى عندي؟ هاي هي مركبة العمودية، فراح يكون اي ار ساين ثيتا، والاي ار سبق وان قلنا هو واحد، فراح يبقى عندي ساين ثيتا بس باتجاه منه؟ باتجاه الايرو. وممكن هم اكو طريقه اخرى نقدر نحصل هذا، اذا تعتبر عندي مركبه هي الزاويه هاي منها لهنا هي 90 ناقص ثيتا، 90 ناقص ثيتا، سبق وان تعلمنا بالسندريكال القانون فتح الزاويه لكوساين او ساين، وراح اطلع العلاقه وتطلع لنا نفس الشيء. فأنا راح أعتمد على علاقة واحدة اللي هي هاي الثيتا، إذا هاي عندي منها كوساين وبهذا الاتجاه هو ساين، طلعت لي أول علاقة. أطبق الساين، عندي ساين ثيتا، أفتح الأيرو، سبق وأن أخذناها من السندريكال، هذا هو تعريف الأيرو، أخليه أعوضه
وأسوي ضرب عادي تطلع لي هذه المعادلة اللي قدامكم. زين الأي ثيتا هذا هو الأي ثيتا، أيضا هو خلينا نقول هو فيكتور مائل إلى مركبة عمودية وإلى مركبة أفقية. إذا اعتبرت هذه هي الزاوية مالتنا 90 ناقص ثيتا، فلازم أستعين بالمعادلة أو بالعلاقة اللي شفناها مال كوساين زاويتين أو ساين زاويتين. أو إذا أخذ هاي هي الزاوية، إذا أخذت هاي هي الزاوية مالتنا بين الأي ثيتا وبين الأي رو، راح أصير هذا عندي كوساين أي رو، كوساين ثيتا أي رو اللي هي هذه كوساين ثيتا أي رو. زين، وإذا هذه هي العمودية، عفوا هذه هي الأفقية، فهي راح تكون العمودية باتجاه منه؟ باتجاه الماينس زت، هذه باتجاه الماينس زت. زين أنا أسويها ماكو داعي بعد أستخدم قانون أبو 90 ناقص ثيتا، وإنما راح آخذ باعتبار هي هاي ثيتا إنه، فهذا كوساين هذا ساين. وأيضا أفتح القانون مالتي أو أفتح المعادلة راح أحصل على هذا. خلوها ببالكم إنه كل كوساين 90 ناقص ثيتا هو ساين ثيتا. والأي فاي سبق وأن حصلناه من السن ريكال، هذا هو تعريفه، فإذا خليته هنا راح أحصل دوت برودكت، راح أحصل إنه أي إكس دوت الأي آر هذا هو، والأي واي دوت الأي آر بتطبيق المعادلات السابقة فقط رياضيات، أي زد دوت الأي آر، وكلها أحصلها 9 كومبوننت ما عدا الأي زد دوت الأي فاي تطلع لي صفر، لأن كنا نعرف إنه الزد والفاي هم تابعين للسندريكال وهم متعامدين، فيكون الدوت برودكت مالتهم صفر. هذا كله المعادلات السابقة، شلون أحصل الفكتر بالسفريكال، يعني أحول الريكتنجولر إلى سفريكال، هذا هو الماتريكس الأخير. هاي عندي بما يساويها بالسفريكال، وهذه هي الأصلي اللي عندي بالريكتنجولر. هسا أنا عندي شلون أحول السفريكال إلى ريكتنجولر؟ سبق قبل شوية شفنا العلاقات أو الماتريكس اللي حول الريكتنجولر إلى سفريكال، هسا أنا عندي العكس سفريكال تو ريكتنجولر. قبل شوية شفنا هذا، كان عندي أي آر أي ثيتا أي فاي، كانت هنا لا تنسوها، فأقلبها وأستعين بالماتريكس إنفيرس وأقلب الإنفيرس بما يساوي، سبق وإن قلنا كل رو يصير كولوم، وهذا هو الرو الأول صار كولوم أول، وهذا الرو الثاني صار كولوم ثاني، وهذا الرو الثالث صار كولوم ثالث. إذن أني هسه راح أحصل الـ AX AY AZ، وأنا على فرض عندي AR عندي أي ثيتا وعندي أي فاي، ضرب عادي بالماتريكس، سبق وإن قلنا الماتريكس من عندنا أطلع مثلا AX هي ساين ثيتا كوساين فاي في الاي ار، زائدا كوساين ثيتا ساين فاي بالاي ثيتا، وعندي هنا هي ناقص بدت، فناقصا فاي ناقصا ساين فاي بالاي فاي، وهلم جرى. اذا انا مود اصفي الماتريكس مالتي كله ريكتانجولر، لازم اعوض عن ما يساوي الساين ثيتا والكوساين فاي، وهذا ساين ثيتا هو رو على ار اللي الرسم مالته، هذا هو الثيتا وهذا هو الزت، هذا هو الار، المقابل هو رو، فاذا اريد اطلع الرو هنا ايش راح يساوي لي بالنسبه للثيتا؟ هو ساين، فالساين الثيتا هو رو على ار المقابل على الوتر، وعندي الكوساين ثيتا، كوساين ثيتا راح يكون المجاور على الوتر فهو زت على ار. وسبق وإن قلنا إنه الآر هو X تربيع زائد Y تربيع زائد Z تربيع تحت الجذر، إذا راح تكون هاي العلاقات هي أول رو، لا ننساها هي X تربيع زائد Y تربيع تحت الجذر، وبتطبيق هذه العلاقات كلها راح أحصل، انتبهوا هنا ترى أكو فاي وأكو ثيتا، أكو فاي وأكو ثيتا، أحصل الماتريكس الأخير، هذا هو هذا الماتريكس اللي ينطيني العلاقة تحويل فيكتور من السفريكال الى الريكتانجولار. شكرا لاصغائكم.